إذا صلى المصلي الصلاة بدون خشوع وجاء بالأركان والواجبات والسنن فهل الصلاة مقبولة؟ صحيح هذا النافذ صحيح النافذ وليس له منها إلا ما أقل منه وهو خشع فيه لكنها صحيحة كما نقرها إذا كان مطمئن فلنقرها ما تصح باطلة أما إذا اطمأن فيها ولكن عنده وساوس عنده أو هل عنده شيء من التفكير صلاته صحيحة وناقصة.